قبل ما كنت تعرف تستخدم شيء اها حلو لكن تعرف انه شلون طب انت شو اللي هذا الشيء شو راح يفيدك بحياتك؟ يفيدني بحياتي العلم شلون تعرف يا رب. نشكر منتدى العمل السوري على افتتاح الدورة التعليمية للمراكز السوريين للكمبيوتر. نتمنى منه ان شاء الله ان يعطونا الدورات القادمة معلومات جديدة نستفيد عليها اكثر.